اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا يا ريت عايزينكم تركزوا معايا بقى، احنا فتحنا كمان النهارده مدرسه ايه لتعليم كره القدم. اللي حابب ان هو يشترك يا ريت يرفع ايده ويروح يدفع عند مدام سلوى علشان ايه، هنتمرن اول النهارده. طبعا التمرين ده ممكن للاولاد وللبنات، وهنلعب بقى بعد المدرسه الساعه 3 الظهر 3 ايام في الاسبوع، حد وثلاث وخميس. طبعا هنعمل بقى تمرينات قوية جدا. واو، سمعتي الخبر ده؟ انا سمعته. طب ما تيجي نروح نشترك، انا بحب اوي كرة القدم. صدقي فكرة حلوة، بس الاول لازم نسأل ماما وبابا. ماما بابا ممكن احنا نشترك ان احنا نلعب كرة القدم النهاردة، نتمرن وكده ونخش بقى في مسابقات، وقالوا لنا هنتمرن جامد جدا. اوكي ماشي يا اولاد براحتكم. هيكون كام مرة في الاسبوع؟ 3 ايام يا بابا، من اول النهاردة عايزين احنا نبتدي نلعب. طيب اوكي، انا هجيب لكم اللبس وخشوا العبوا بقى على طول. اهلا بكم يا اولاد في اول تمرين النهارده لكرة القدم. واول حاجة نبتدي بيها ان احنا لازم نسخن كويس. انا مش عايزاكم تقلقوا خالص، عشان التمرين ده هنبصوا هنعجنكم فيه، هيكون بقى فيه تمرينات كتير لياقة وكده. يا لهوي انا ما عملتش حسابي، تمرينات كتير ايه؟ انا جاية العب كورة، تمرينات ايه؟ انا مش عايزة اسخن ولا عايزة اعمل حاجة. ما تقلقيش احنا هنظبط الدنيا دلوقتي. طب بصوا يا اولاد، اول حاجة لازم انتوا تسخنوا. اوكي، عايزة بقى تمرينات ستريتشات، وتنزلوا بقى على الارض وتلعبوا ايه، تمرينات البطن وتفردوا ايديكم وكده. بعد كده هنلعب ايه، هنبتدي ان احنا نلعب كورة. طيب اوكي، انا نزلت على الارض اهو، اقعدوا بقى اعملوا تمرينات البطن. اوكي، وقعدوا بقى افردوا ايديكم واعملوا ستريتشات للايد والرجل وكده. يوه انا تعبت قوي، انا مش قادر، التمرينات 10 دقايق بنعمل تمرينات بنسخن. مش قادر. يلا يا اولاد بلاش دلع، تمرينات يلا تسخين بسرعه، انا عايزه تسخين اكتر من كده. فين التسخين؟ انا مش شايفه تسخين. يا كابتن بنعمل تسخين اهو بنعمل ستريتشات. تاني بقى تمرين معانا، نتعلم ان احنا نشوط الكوره في الجون. بصوا مكتوب هنا بلاي موبيل، عايزاكم تنشنوا الكوره في الكوره اللي في الدوري اللي هناك دي. اوكي يلا ابتدي بقى كده يا لينا، ورينا. مستعدين يا اصحابي؟ انا عايزاكم تسقفوا لي لو جبت جون. حاضر يا لينا هنسقف لك، شوتي انت بس الكوره. ياي طلعت بره، ايه الاحراج ده؟ انا جبت جون. انا بقى وانا كمان جبت جون. اجرب بقى انا كمان حظي. يلا يا كريسي. انا كمان جبت جون. حلو قوي التمرين الفظيع ده، كان تمرين فعلا جامد جدا. انا كمان انبسطت قوي، انا جبت جون. طيب كفايه عليكم بقى كده النهارده يا اولاد، انتوا كده تعبتوا ولا عايزين تكملوا تاني؟ لا احنا مش قادرين خالص، احنا تعبنا، احنا مكسرين خالص. طيب اشوفكم بقى المره الجايه يوم الثلاث، وكنتوا هايلين النهارده، كنتوا فظاع بالنسبه لاول يوم، كنتوا شاطرين جدا. احنا اتكسرنا خالص يا كوتش، كان فعلا تمرين صعب جدا. يلا بقى عشان تروحوا، نستناكم المره الجايه. اوكي كوتش مفيش اي مشكله، احنا انبسطنا جدا النهارده، كان تمرين جامد قوي. اذا مالك يا لينا نايمه على الارض ليه؟ مش قادره يا بابا، ده انا اتكسرت خالص النهارده، الكابتن قعد يعمل لنا تمرينات لياقه وحاجات كده، احنا كنا مكسرين جدا. قوم يلا بلاش دلع، تعالي يلا وريني كده انت عملتوا ايه، احنا انبسطنا قوي النهارده. طب بابا ينفع ان انا ارجع مع كريزي البيت عشان انا عايزه اقعد معاها شويه، بعد كده نيجي التمرين بقى تاني يوم الثلاث؟ طيب هتيجي ما تروحي معايا البيت يعني؟ يا بابا ينفع، عايز اروح معايا البيت اقعد معايا شويه، نقعد بقى قدام التلفزيون وناكل بوب كورن، نتفرج على التلفزيون، نعمل حاجات كمان جامده جدا. طيب ماشي اوكي يا حبيبتي مفيش مشكله، روحي وارجعي البيت وباتي عندها. بقولك ايه يا كريسي، انبسطتي النهارده في التمرين؟ انبسطتي جدا، انا بحلم ان انا اكون بقى لاعبه كره قدم، اجمد واحده في الدنيا، واخش مسابقات وبطولات واخش ماتشات جامده جدا واكسب. وانا كمان قوليلي مين اللاعب المفضل بتاعك؟ انا اكتر لاعب المفضل بتاعي كريستيانو ليوناردو، وانا كمان بحبه جدا، انا نفسي قوي ان انا اقابله، وانا برضه نفسي ان انا اقابله جدا. طب نمي بقى عشان احنا كده اتاخرنا عشان عندنا مدرسه بكره. اوكي طيب اوكي لازم ان انا انام يعني؟ لازم انتي تنامي، انتي مش مكسره ولا ايه؟ انا مكسره جدا، كان يوم فعلا مرهق قوي، بس انبسطت فيه جدا. يا لو قابلته بقى اللاعب المفضل بتاعي وشفته وقعدت اتكلم معاه، هيكون احلى يوم في حياتي. ايه ده، كريستيانو ليوناردو بنفسه قدامي؟ ايوه ازيك يا لينا عامله ايه؟ ايه ده ازيك عامل ايه؟
انا نفسي قوي ان انا بحبك جدا وبحب قوي اللعب بتاعك ونفسي لما اكبر اكون زيك في كرة القدم. طبعا تقدري انت تكوني زيي لو قدرتي انت تتمرني على طول. بجد ده خبر حلو قوي. طبعا انا وانا صغير كنت بحب الكرة قوي، قعدت اتمرن والعب بيها كتير لحد ما بقيت ناجح جدا في الكرة كده. لازم انت كمان تلعبي رياضة عشان الرياضة مفيدة جدا للجسم وبتحافظ على صحتك وعلى جسمك لما تكبري وتبقى عندك حركة جامدة جدا. واو انا مبسوطه جدا ان انا قابلتك، مش قادره اصدق عينيا. كمان انت بتديني حافز ان انا اكون احسن لاعبه كره قدم في الدنيا بعد ما وقفت واتكلمت معاك. ايوه رينا طبعا تقدري ان انت تكوني احسن واحده في الدنيا. عايزك بقى انت تتمرني كويس وتخلي بالك على اكلك وعلى صحتك علشان تبقي احسن لاعبه كره قدم في الدنيا. اوكي حاضر، انا هاكل اخلي بالي من اكلي والعب كويس واتمرن كتير واخلي برضو بالي من مذاكرتي عشان اكون سوبر ستار زيك واجيب اجوان على طول. شطوره يا شطوره يا لينا، برافو ان انت عرفتي تجيبي جون دلوقتي وانا ما عرفتش اجيبه الصبح. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فصيحة عجبكم، بليز متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا صحابي، باي باي.